في مدينة بنغازي شرق ليبيا جميع المدارس مقفلة منذ اندلاع الثورة في شباط الماضي. مرافق القطاع العام في المدينة منهارة، وطبعا هناك مخاوف أمنية، لذا لا يحضر التلامذة إلى صفوفهم. ليس التلامذة فقط من لا يحضر، لدي كذلك مشكلة المعلمين الذين لا يحضرون الموجودين على الخطوط الأمامية وأولئك الذين غادروا البلاد، ولدي مشكلة الأشخاص الذين يستغلون الوضع ويحصلون على رواتبهم لكنهم لا يريدون العمل. وكثير من الفتية في بنغازي ما عادوا يشعرون بلذة العطلة التي طالت. نور الصبح نقعد هيك مع أهلي شوية، بعدين في العشية نطلع هيك شوية بعدين نرد. ولكن فيما يلعب بعض الفتية كرة القدم لتمرير وقتهم، تطوع زملاؤهم لتأمين الطعام للثوار وللعائلات النازحة، أو حتى للعمل على تنظيف الطرقات. يسبب نساهموا في عمل خيري للبلاد، ونمشي الوقت وقتنا في التنظيف المساهمة. إلا أن بعض المدارس أعادت فتح أبوابها ولو بشكل غير رسمي، فهذه المدرسة حولها أبناء المنطقة إلى مركز يستقبل حوالي 600 تلميذ، وهذا الأمر أراح التلامذة وأهليهم. غيرة أن أول حاجة في السليبنج في النوم بدي يرقدوا بدري ونوضوا بدري، وبعدين يعني بدي يرسم ويغير شوية، يعني مش 100 لكن باهي. التعليم لم ينطلق بشكل رسمي، لكن الثورة وفكرة الهوية الوطنية الجديدة أصبحتا راسختين في أذهان الجميع. حبينا حاجات، يعني كيف نديروا النشاطات، كيف نلعب، يعني أحسن من الخوف تعزين عرب. أصلا لنا فترة يعني هيك ما عادش يعني طلعنا لاستمتعنا لشيء، يعني معمر ما عادش طلعنا لشيء، يعني هيك تو فرحانين. بالعودة إلى الشوارع، فتية بنغازي المتطوعون يعملون بجهد قد لا تسمح لهم أعمارهم بالقتال على الخطوط الأمامية، لكنهم رغم صغر سنهم يؤدون دورا مهما في الثورة الليبية المستمرة.